Okay, yalla, معانا في unit 2, lesson 5, general equation of the straight line, pass through the point of the intersection of the two lines. بمعنى, عندي two straight lines, two lines دول عمل intersect at a point. المطلوب ايه؟ هنجيب الequation بتاعت straight line اللي بيمر بالpoint of the intersection of the two lines. يعني ادي فيه general form of the equation of the straight line اللي بتمر بايه بقى؟ بالpoint of the intersection of the two lines. يلا تعال نشوف بقى فين الرول بقى بتاعتنا اللي بتجيب ايه؟ general equation of the straight line pass through the point of the intersection of two given lines. يعني هيديني two given lines والاتنين دول هيعملوا intersection في point. عايزين نجيب ال equation of the straight line اللي بيمر بالpoint of the intersection of the two lines. فاداني اول equation بتاعت اول straight line اللي هي a1x plus b1y plus c1 equals 0. ال equation التانية a2x plus b2y plus c2 equals 0. ايه الرول بقى اللي هتجيب ال equation of the intersection؟ هنقول ال equation الاولى a1x plus b1y plus c1 plus اكتب k times واعمل bracket واكتب ال equation التانية اللي مدهاني. طب امال ايه المطلوب ان انا هعمله دلوقتي؟ انا هعمل افك ال bracket يعني اضرب الرقم ده هو اللي هو ال k في ال equation التانية واجمع الاكس مع الاكس والواي مع الواي لغايه ما اجيب الكي دي بكام. بعد ما قدرت اعرف الكي بكام وعوض عنها يبقى كده جبت الايكويشن اوف ذا ستريت لاين باس ثرو ذا بوينت اوف ذا انترسكشن بتاع التو جيفن لاينز اللي هو مدهم. اول اكزامبل بقى بيقول ايه؟ فايند ذا ايكويشن اوف ذا ستريت لاين باس ثرو ذا بوينت A اللي هي نيجاتيف 2 4 ادي نقطة. فين البوينت التانية؟ and the point of the intersection of the two lines x plus 2y minus 5 equals 0 and 2x minus 3y plus 4 equals 0. يبقى انا هجيب straight line يمر بالبوينت negative 2 4 ويمر بالبوينت of the intersection of the two lines. نعمل ايه بقى؟ الرول اللي انا سائلها لك دلوقتي general equation بتقول ايه؟ هنقول الايكويشن بتاعت الستريت لاين الاولاني اللي هو a1x plus b1y plus c1 plus k times وهنقول الايكويشن بتاعت الستريت لاين الثاني اللي هي a2x plus b2y plus c equals 0. يعني نقلت اول ايكويشن اللي هي x plus 2y minus 5 ماشي plus k times الايكويشن الثانيه اللي هي 2x minus 3y plus 4 equals 0. تمام، فكيت البراكت وكل الكلام ده. طب اجيب الكي ازاي؟ ده عندي اكس وواي وكي مجهولين. لا، ما انت هترجع للبوينت اوف ذا انترسكشن اوف ذا تو لاينز اند ذا بوينت نيجاتيف 2 4. يبقى اشيل الاكس، كل اكس من هنا احط مكانها نيجاتيف 2 وكل واي احط مكانها 4. يبقى عوضنا عن الاكس يكون نيجاتيف 2 الواي ايكوال 4. اوكي ماشي، بعد ما عوضت جمعت بقى النمبرز دول مع بعض طلعت ال k equal 1 over 12. بعد ما عوض عن ال k equal 1 over 12 يبقى نزلت ال equation الاولى x plus 2y minus 5 plus ال k 1 over 12 وال equation الثانيه اللي هي 2x minus 3y plus 4 equal 0. بعد ما فكيت ال bracket وجمعت ال x مع ال x يبقى بقى عندي ال equation بتاعت ال straight line اللي يمر بالبوينت نيجاتيف 2 4 and the point of the intersection of the two lines اللي هي 2x plus 3y minus 8 equal 0. okay alright، شوف الاكزامبل التاني بيقول ايه. prove that the two straight lines
2x minus 3y plus 4 equals 0 and straight line الثاني r equal 1 2 plus k times negative 2 3. قبل ما اقول اي حاجة الاكويجن الاولى دي هي الكارتيزيان form of the equation of the straight line. طيب الثانية دي البارامتريك لا دي الفيكتور فورم اوف ذا ايكويشن اوف ذا ستريت لاين. فيكتور فورم اوف ذا ايكويشن اوف ستريت لاين هو عايز يثبت ان الاثنين دول ار انترسيكتنج اورثوجونال. يلا طب ايه اللي يثبت لي ان دول انترسيكت اورثوجونال؟ ماشي ارجع للكلام اللي خدناه في ثالثه اعدادي وثانيه اعدادي. اجيب الاسلوب بتاع الستريت لاين الاولاني والاسلوب بتاع الستريت لاين الثاني وعمل برودكت للسلوب بتاع الاثنين. لو طلع ايكوال نيجاتيف 1 يبقى دول بيربنديكولار. طيب الستريت لاين الاولاني السلوب بتاعه ايه؟ نيجاتيف كوفيشنت اوف اكس اوفر كوفيشنت اوف واي يعني نيجاتيف 2 اوفر نيجاتيف 3 فطلعت 2 اوفر 3. الايكويشن ستريت لاين بتاعت الثاني السلوب بتاعه سهل قوي. ليه؟ لان دي الفيكتور ايكويشن ال1 وال2 دي البوينت لكن نيجاتيف 2 3 دي البارامتر دي الدايركشن فيكتور سوري دي الدايركشن فيكتور. فلما نجيب السلوب بتاع الدايركشن فيكتور فتبقى بي اوفر اي يعني 3 اوفر نيجاتيف 2. طب الاولاني السلوب بتاعه طلع كام؟ طلع 2 اوفر 3. الثاني نيجاتيف 3 اوفر 2. عملنا برودكت اوف زير سلوبز ام1 تايمز ام2 طلعت ايكوال نيجاتيف 1 then the two straight lines are intersecting orthogonal. يبقى كده انا جاوبت على الاول مطلوب جاوبت على الاول مطلوب اللي هو عايز اثبت ان الاثنين دول هما orthogonal هي perpendicular هي normal. انا قلت كده على طول normal هي perpendicular هي orthogonal. اهو استعمل كلمة orthogonal اهو عشان الناس بتستغربها لما بقول كلمة orthogonal. هي نفس المعنى بتاع perpendicular هي نفس المعنى بتاع normal. يلا المطلوب الثاني find their point of intersection. لا استنى بقى ما اقدرش اجيب point of the intersection of the two lines غير لما يبقوا الاثنين cartesian form. فين الاثنين cartesian form؟ الاولاني دي cartesian form اللي هي 2x minus 3y plus 4. طب التانية فيكتور فورم؟ لا لازم احولها للكارتيزيان فورم. فين الكارتيزيان فورم بتاع الدهية؟ انا عندي بوينت 1 و 2 وعندي دايركشن فيكتور نيجاتيف 2 و 3. اجيب الكارتيزيان فورم ازاي؟ الاسلوب 3 اوفر نيجاتيف 2 ماشي والبوينت 1 و 2 ممكن اجيبها بالبارامتريك ايكويشن الاول وممكن اجيبها على طول بواي ماينس واي 1 اوفر اكس ماينس اكس 1 ايكوال ام. ايه هي اكس 1 واي 1؟ اي بوينت؟ لا مش اي بوينت اللي هي ال 1 و 2 دي البوينت. طيب والسلوب هو 3 اوفر نيجاتيف 2. كوننا الايكويشن الثانيه وعملناها طلعت 3x بلس 2y ماينس 7 ايكوال 0. عندي 2 ستريت لاينز الاولاني اللي هو موجود من الاول 2x minus 3y plus 4 equals 0. التاني اللي احنا جبنا له الكارتيزيان فورم طلع 3x plus 2y minus 7 equals 0. احطهم هما الاثنين تحت بعض واحلهم زي ما تعلمنا في تلت اعدادي تطلع x equal 1 والy equal 2. هي دي اسمها point of the intersection of the two straight lines.